يعني من الممكن أن تكون، لا ليست تركيا، ولكن من الممكن أن تكون المملكة العربية السعودية، من الممكن أن تكون القوات الأمريكية المتواجدة في سوريا. لا أعتقد أن لديهم الإمكانية للوصول أو لمحاولة حتى التفكير في الأردن، ولكنهم سيستسهلون الخاصرة السعودية. وكما رأينا أن كثير من الخلايا النائمة التابعة للحرس الثوري الإيراني وجدت في هذه الدول، وجدت في الفترات السابقة في الكويت، في البحرين، في المملكة العربية السعودية، حتى في الأردن في إحدى السنوات وجدت خلية ووجدت متفجرات. هذه التنظيمات هي تنظيمات دولية، يعني لا أستبعد أنها تحرك. مثلا في عام 2018 كان هناك تفجير للمعارضة الإيرانية هنا في باريس، لا أستبعد أنها ستفكر ببدائل أخرى، ولكن هذا الدور سيكون منوطا ليس فقط بالميليشيات الولائية داخل العراق، سيكون أيضا منوطا بالحوثيين في اليمن، وسيكون منوطا بحزب الله في لبنان. سيجدون بدائل، وهذه ما ترسمه القيادة في الحرس الثوري الإيراني. وكل شيء وارد، لأنهم هم منظمات دولية لا تعترف بحدود ولا تعترف بوطن ولا تعترف بسيادة دولة على أراضيها.